اليوم بشرح كيف تثبيت الاهتزازات في ملف الفيديو عن طريق برنامج الافتر افكت. طبعا اخترت انا برنامج الافتر افكت لانه من وجهة نظري البرنامج سهل وبسيط انك تعالج فيه ملف او ملفين بالكثير. اما البريمير مختص بانك يعطيك سيكونس الملفات كثيرة وبعدين تصدرها ك صيغة فيلم في النهاية. هذا الملف أقدر أفتحه طبعاً عن طريق القائمة من هنا أو كليك يمين Open with After Effects CS6. ميزة After Effects أنك لما تحط الفايل فيه على طول يقرأ سرعة الفريم ويقرأ الخصائص اللي فيه، بعكس البريمير لازم تحدد من قبل كم سرعة الفريم وكم الخصائص. نشوف هنا يجي على البروجكت، طبعا هذا الفايل اللي سويته، هنا المواصفات حقته، المقاس 1920x1080، السرعة 25 فريم في الثانية، الكودك أبل بروز البت وال 48 هذه حقة الصوت. أسوي دراج لهنا عشان يطلع لي الكومبوزيشن اللي أنا راح أشتغل عليه. طبعا الان هذا الكليب موجود هنا، خليه fit up to 100% عشان اشتغل عليه. بنشوف هنا لو امشي في اهتزاز هنا مع الحركة لان التصوير كان محمول بكاميرا اليد من دون ترايبود ولا شيء. في هنا فراغ في التصوير انا راح اقصه، خليني بقصة من قبل لا يطلع الجسم هذا. هنا نهاية الكليب أضغط وبعدين أسحب لحد ما يوقف المؤشر. طبعا هذا الكليب نفسه، وهذا هذا مؤشر التايم لاين الورك اند اريا، بخليها هنا معليش نكبرها أفضل. كبرت المساحة working area هذه سحبتها. طبعا اذا انا ضغطت shift مع السحبة راح يوقف على هذه، اما اذا ما ضغطت shift راح يمشي معي. طيب اوكي، هنا الwork time حقتنا، ارجع اصغر مرة ثانية. طيب اول حاجة فيها فلتر اسمه راب ستبلايزر، هذه يثبت الصورة. الفلتر تقدر تجيبه من هنا او تجيبه من هنا، كليك يمين تلاقي تحت راب ستابلايزر، نضغط عليه. لما نضغط عليه بيطلع لي انه انالايزنج ان باك جراوند، قاعد يحلل حركة المشهد. طبعا هنا كم باقي على مرحلة التحليل، وهنا التثبيت، كيف تبغى طريقة التثبيت، هل تبغى التثبيت ان حركة سلسة او اثبت المشهد ككامل. خليني اختار تثبيت المشهد، طبعا على حسب حجم الفيديو اللي عندك وعلى حسب طوله والالوان اللي فيه ياخذ وقت. الان قرب ينتهي التثبيت. طبعا في من ضمن الخيارات هنا تثبيت وكروب واوتو سكيل، يعني انه اذا لانه له بيكون على حساب الكواليتي، لما يثبت راح يسوي كروب وبعدين يسوي ستريتش عشان يناسب المقاس اللي انت حاطه. هنا ستابلايز وكروب، يعني بعدين انت تسوي كروب، وهنا ستابلايز لحالها برضه راح يسبب لك انك ما سويت اوتو سكيل، فهذا الخيار الديفولت الافضل. هنا مرحلة التثبيت، الحين قاعد يثبت، نلاحظ الاختلاف اللي صار لو ألغي التأثير كيف كان. هنا بعد ما غيت يعني هو كبرها شوي على حساب المساحات اللي ثبت فيها. نراجع مع بعض، هنا
زي ما نشوف هنا. طبعا هنا لأنه قاعد يمشي بشكل، الدقة هنا ما يعتمد عليها لأنها على حساب الرام. نشوف هنا نلاحظ أنه الجبل ثابت، لو ألغينا التثبيت من هنا ونمشي نشوف حركة. طبعا نرجع التثبيت، أبغير بدل من نو موشن إلى سموث موشن. طبعا هو سوى أنالايز من قبل، لكن الحين بيسوي الخطوة الثانية اللي أنا أبغاها، ستابلايزنج اللي هي سموث موشن. نشوف الفرق، صار فيه سموث موشن بسيطة متماشية مع حركة اليد. طبعا هنا أنا أفضل النو موشن لأنه هذا ثابت. طيب نقول خلصنا الحين من الفيديو، نجي لمرحلة التصدير. مرحلة التصدير هنا طبعا هذا الكومبوزيشن اللي هو التكوين حق الفيلم نفسه. الفيلم هو الآن دقته فول اتش دي، أقدر أخليه مثلا 1720 1280 في 720 من هنا كومبوزيشن سيتنج. طبعا هنا هذا الحجم الآن مبين لي بيانات، هذا العرض وهذا الطول. هنا مقفل على الاسبكت ريشيو اللي هو 16 ب 9، اللي الريشيو حق تلفزيونات ال ال سي دي. هنا سرعة الفريم، هنا يبدأ من 0.0 إلى 12 ثانية و16 جزء من الثانية. إذا أنا أبغى أغير المقاس مثلا أخليه 1280، اللي تحت تلقائيا صار 720 اللي هي هذه دقة ال اتش دي العادي. نقول أوكي. طبعا لما صغرت الكومبوزيشن، طبعا هنا هذه المساحة هذه حقة الفيديو الأصلي، وهذا اللي أنا أبغى أصدره اللي هي على دقة 1280 في 720 أو ما يسمونها 720 بي. عندي خيار إني أضغط هنا، وأنا ضاغط على الماوس أختار Alt علشان يمشي معي من جميع الزوايا. لا عفوا، مو بالت، الشيفت اللي هو العالي، بس لازم اضغط هنا اول. شفنا لما سوينا شيفت صار ينقص بالتساوي، ممكن لو ابغى ازود بيزود بالتساوي. لو سويتها بدون الت ولا شيفت بيكون حر، يعني اقدر اسوي بها كذا العب فيه، لكن خلينا نسوي تراجع للحالة الاصلية. الخيار الثاني والأسهل اللي هو كليك يمين هنا، ترانسفورم فيت تو كومب، انه اخليه يناسب الكومبوزيشن اللي انا موجود، او فيت تو كومب ويث، يناسب عرض التكوين اللي انا سويته، او يناسب طول التكوين اللي انا سويته. طبعا بحكم ان كل الريشيو متشابه كلها 16 في 9 راح اضغط هنا فيت تو كم تو كومب وراح يكون بالضبط. طبعا هذا 100%، لو نشوف قبل وبعد طبعا بعد التكبير صارت الصورة ناعمة شوي. ممكن اعوضها بفلتر شاربنس من الافكت دور ان شاربن، بعدين هنا شاربن، واختار قيمة الحدة اللي انا بسويها. على سبيل المثال خلينا ابدأ ب30 ونشوف الفرق بين اول وبعد، يعني فرق بسيط. لو وصلتها ل60 مثلا نشوف الفرق كبير. طبعا ما انصح ان قيمة الشاربن تكون اعلى من 40 ف30، لانه
يعني على سبيل المثال هذه إذا بنعرضها في شاشة كمبيوتر راح تكون أوكي مناسبة، لكن لما نفس الملف راح نعرضه على شاشة تلفزيون راح تكون أوفر، الشاربنس راح يكون فيها عالي، لأن شاشات التلفزيون فيها قيم شاربنس. فبين وبين عشان يكون مناسب هنا وهنا في نفس الوقت. طيب لنفترض إني أنا أحتاج عليها تعديل ألوان أو شيء زي كذا، كل حاجة في الأفتر إفكت تختص بتعديل ألوان أو تعديل الصورة تلاقونها هنا في الإفكت. طبعا هنا كلر كوركشن، إذا أنتم متعودين على الكلر كوركشن حق الفوتوشوب بتلاحظون إنه في أشياء موجودة هنا وهنا. يعني على سبيل المثال ليفل، برايتن، كونتراست، والكيرف. خلونا ندخل على الكيرف. طبعا القيم اللي هنا هذه قيم الهايلايت، واللي هنا الميد تون، واللي هنا الشادو. طبعا هنا انا اشوف ان الصورة الهايلايت فيها شوي عالي، فأبسحب من هنا شيء بسيط وصار الميد تون نزل شوي، ارفع من هنا شيء بسيط، نشوف الفرق. هذه أول وهذه الحين. مثلا أحتاج التشبع، أحتاج أخفف تشبع، مثلا بخليها بلاك أند وايت، نروح كلر كوركشن، هذه كلر بالانس، هايلايت وشادو، لايتنج، ساتوريشن. ساتوريشن هنا خفضه بلاك اند وايت او نزوده، طبعا كذا ما يصلح ابدا. سويت بلاك اند وايت، خلصت من بلاك اند وايت، بس احتاج شوي كونتراست، افكت، كلر كوركشن، برايتنينج، كونتراست. نروح على الكونتراست هنا ونزود ستروجين، انه ما كان 100% صار طلع لي شوية الوان. طبعا نزود هنا، طبعا لما زودنا صار في هايلايت البرايتنس، نقلل من قيمة البرايتنس، وبعد ما نقلل من قيمة البرايتنس نرجع لقيم الكونتراست عشان نسوي معالجة للتونات مع بعض. طبعا هذه ما هي مرحلة نهائية للمعالجة، المعالجة العادة تاخذ وقت وتاخذ حذر أكثر، لكن هذه أشياء بسيطة بس عن وش الإمكانيات اللي يسويها لك الأفتر إفكت من خلال أنك تعالج بس صورة معينة. فنلغي هذا ونلغي هذا ونلغي هذا، لأن الصورة أنا أساسا معالجها قبل، فنخليها بس على الحدة والثبات التوازن. طبعا الحين أبغى أصدر الفيديو، صدره من هنا Composition Add to Render Queue، نضغط عليه. طبعا هذه القائمة حقت انك بتصدر الفيديو على اي صيغة وعلى اي كواليتي. هنا هذا نخليها دائم على على البست سيتنج. هنا الاوتبوت لوزلس، لوزلس يعني ما في فقد للبيانات، راح يكون ملف حجمه عالي زيه زي في الصور ملفات التي اي اف. راح اضغط هنا، لكن مو بالغرض اني ما ابغى، لكن الفكره اني بختار انا الصيغه المعينه وبشرح وش الصيغه اللي موجوده. هنا الفورمات كويك تايم اللي هو بينتهي بالام ام او في، هنا H.264 راح ينتهي ب MB4. فبناء على رغبتك انك تبغى تكون تبغى يكون المشهد حقك MOV او H ولا MB4 تحددها من هنا. الدارج MB4 لان MB4 يقدر يشتغل في الويندوز والماك بدون اي مشاكل، لكن ال MOV ما يشتغل في الويندوز الا اذا كان في كوك تايم او VLC. فنختار H.264، اخترنا الآن H.264. هنا الفورمات اوبشن، هل هو هاي؟ يعني هنا البروفايل هاي،
هنا الليفل اعلى ليفل، هنا البت ريت سيتنج. البت ريت سيتنج معناها كم كيلو بايت بير سكند، يعني الثانية من العرض كم أقصى حجم ممكن تكون. هنا التارجت 8 ميجا بايت، يعني ثانية عرض ثانية من المشهد راح يحتوي على 8 ميجا بايت. 8 ميجا بايت على دقة فول اتش دي هو الستاندرد حق اليوتيوب، يعني إذا عندك ملف فول اتش دي وراح ترفع اليوتيوب حاول انه ما يتعدى 8 ميجا بايت بير سكند. لو حطيتها 16 20 اليوتيوب نفسه راح ينقص من الكواليتي وبيخليها على 8 ميجا بايت، فخلاها على 8 ميجا بايت كماكسيمم لليوتيوب وما راح تلاقي فرق لما ترفع الفيديو وتشوف اختلاف في الدقة. طبعا 8 ميجا بايت منطقيا غير كافية اذا انت تبغى شيء على كواليتي، لان البلو راي مثلا ياخذ 28 ميجا بايت في الثانية وهذا 8. فالغرض ان هذا الستاندر حق الانترنت عشان الباندويث والابلود والداونلود ما يأثر على المشاهدين. طبعا نختار هنا 8 ميجا بايت زي ما هي ونقول اوكي، اقدر ازودها لكن خليها على 8 ميجا بايت، او نختار هنا نضغط 8 اسهل، نقول اوكي. اوكي راح يكون المشهد صامت، فنختار اوديو اوتبوت. هنا تختار الصيغه حقت كم كيلو هرتز، هنا ستيريو او مونيو، سماعه او سماعتين، الفورمات اوبشن، الكودك اي سي هذا المتعارف عليه. اوكي هنا نشوف اختلفت الصيغة صارت MP4. هنا الاوتبوت انه كيف اخلي اسم الملف اللي انا بخزنه، نقول اوتبوت فبسميه مثلا ستابلايزر وضغط اوكي. هنا الفايل فورمات زي ما هو مختارينها، وهنا سيف. طبعا هنا الرندر انه خلاص يبدأ يشتغل على الفيديو، نسوي رندر وبياخذ وقت طبعا بناء على المعالج وبناء على حجم الفايل وبناء على السيتنج اللي انت سويتها. بعد ما يخلص الرندر راح يعطيك نغمة انه اوكي خلص المشهد، وتقدر تروح تشاهد المشهد في الفايل اللي انت سويته. طبعا هذه بس كبداية انه كيف تعالج بس مشهد واحد. ان شاء الله الايام الجايه راح نتضمن كيف نعالج اكثر من مشهد عن طريق البريمير.